زياد كمال 23 سنة. على سبيل الإعارة، الزمالك حصل على خدمات زياد كمال لمدة سنتين ونص. زياد ممكن يكون الصفقة اللي هتغير شكل نص ملعب الزمالك لأسباب كتير. زياد بيلعب في مركز 6 و8 في نص الملعب، بيتميز بسرعته الكبيرة في الضغط واستخلاص الكرة من الخصم. كمان زياد هو الحل العبقري للزمالك في حتة خروج الكرة من خط الدفاع لباقي الخطوط، وده لأنه لاعب الستة العصري الحريف اللي هيقدر يستلم ويرقص اللي هيضغط عليه في مساحة ضيقة، وكمان بيستغل سرعته الكبيرة في الكرة في إنه ينقلها بأسرع وأفضل شكل للتلت الأمامي من الملعب، وكمان بيقدر يكمل مع الخطوط الأمامية ويسدد بشكل مباشر على المرمى. ولا شيء، ادي اوفا تاني جوه منطقة الجزاء، يغير الاتجاه، يصلح، واول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء بتسديدة صاروخ من خارج حدود منطقة الجزاء. زياد كمال. ناصر ماهر 27 سنة. ناصر لاعب خفيف عنده قدرات كبيرة على الاستلام في مساحات ضيقة وإرسال كور طويلة بشكل سليم، وده بيخليه زي ما بيجيد في مركزه صانع الألعاب، كمان بيقدر يلعب في نص الملعب في مركز 8. كمان ناصر مميز جداً في الواحد على واحد وإرسال الكرات أو التسديد، وده بيمكنه إنه يأدي في مركز الوينج زي ما شفناه في فترات مع سموحة. ناصر حل للزمالك في المباريات المضغوطة، هيقدر يستلم ويلف ويرقص بكل سلاسة. دفاعية طاسر خطيرة، التصويب والهدف، جول! الله 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 الله، الماهر ناصر ماهر يخطفها خطفة حلوة. محمد عاطف 21 سنة. عاطف هو الوينج اليمين الكلاسيك بتاع الزمالك، الوينج الأشول السريع اللي قادر يرقص أي حد، ومسته الأساسية الواحد على واحد. لو كنت متابع دوري المحترفين السنة دي هتعرف من غير مجهود إن محمد عاطف هو الوينج رقم واحد في الدوري في حتة الواحد على واحد. كمان عاطف بيقدر يكمل جوه المنطقة كويس، وبيقدر يستغل ويوظف سرعته ومهارته بشكل صح في ده. ادي عرضية طنطوية جوه المنطقة في منطقة الخطورة، الهدف الثاني، الهدف الثاني عملها الهداف، عملها القناص محمد عاطف. محمد عاطف يعمل متابعة من ناحية اليمين وتكملة عالمية. عبدالله السعيد 39 سنة. برغم سن عبد الله الكبير إلا إن وجوده عليه آمال كبيرة من الجماهير الزملكاوية. ممكن يكون عبد الله بدنياً أقل، بس لسه قادر يكون حلقة الوصل بين الخطوط، وده شيء بيفتقده الزمالك. عبد الله مميز جداً في الباص القصير، وإنه من أقل طريق يقدر يخلق لك مساحة وفرصة. كمان بيقدر يسرق أي دفاع من خلال قدراته في اللونج باس والتايمينج بتاعه اللي دايماً مظبوط. ناهيك عن قدراته الكبيرة في إرسال الكرات الثابتة، اللي بوجود لاعب زي عبدالله في الزمالك هتشكل خطر على المنافس أكتر بكتير من قبل كده. بيقود بيراميدز من جوه الملعب، هو اللي تصدى كمان للكرة دي تحديداً بنفسه. عبدالله السعيد ضربة حرة، أخذ الفاول وهينفذه بنفسه ولا هيسيبها الكريم؟ لا، هو عبد الله، يا عبد الله، الله الله يا عبد الله. عبد الله السعيد لعيب زي الحديد، مالوش حل، مالوش حل. أحمد حمدي 25 سنة. حمدي البروفايل المختلف عن كل صفقات الزمالك في خط النص. ميزة أحمد حمدي الأساسية إنك هيكون معاك صانع ألعاب أكنه مهاجم، تكملة جوه ال 18، تسديد باليمين والشمال من النص، فرصة قادر يسجل ويهدف لفرقته. إضافة بروفايل شبه أحمد حمدي مش موجود في الزمالك، هيكون لها تأثير كبير جداً جوه الملعب. مهاب ياسر 26 سنة. مهاب وينج يمين مهاري، دايماً قادر يخلق لك فرصة في المساحات الضيقة المستحيلة.
كان دايماً الحل الأول واللي بيخلق الهجمة عند الداخلية. كمان مهاب قادر يلعب كشادو سترايكر ويسبب خطورة كبيرة جداً من العمق. لطفي هل يتفوق علي في الاختبار الأول اللي بيتعرض له مع الدقيقة 87؟ مهاب يتقدم وفي الشباك أسكن الكرة في الزاوية اليسرى. سيف فاروق جعفر 24 سنة. في إطار تدعيم صفوف الفريق بلعيبة صغيرة، الزمالك بيرجع الجوكر سيف فاروق جعفر. برغم إن مركز سيف كان وينج، إلا إنه حل يقدر يلعب بيه الزمالك في نص الملعب زي فترته مع فريرا، أو حتى يلعب بيه باك كمان زي فترته في بيراميدز مع باتشيكو. يعني كرات مقروءة، هنشوف من شرقي واحد من اللي بيمتلكوا حلول غير مقروءة، لكن نشوف سيف جعفر يسدد. يا ولد يا ولد يا سيف يا جعفر، حل غير مقروء، حل غير مقروء من سيف جعفر، يركنها على يمين حارس المرمى رضا سيد ويسجل التعادل عشان الزملكاوية يفرحوا ويفرح ملك النص. محمد شحاتة 23 سنة. في مركز الزمالك عانى منه كتير، ويمكن أكتر مركز دعم فيه صفوفه في الانتقالات دي. إدارة الزمالك بتقرر تجيب محمد شحاتة لاعب الوسط لطلائع الجيش. بروفايل مختلف عن اللي موجودين، مقاتل في خط النص ويقدر يضغط 90 دقيقة. يرجع لجد. الله يا جد، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، غلطة كبيرة جداً جداً، وغلطة الحارس بهدف. محمد شحاتة يستغل خطأ قاتل، خطأ قاتل من محمود جاد.